انتخب المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد أمس السبت ببوزنيقة عبد الإله بن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية. وأكد عبد الإله بن كيران الذي انتخب مجددا أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية أنه لن يكون إقصائيا في تدبيره للعلاقة مع قيادات الحزب المستقيلة، منبها إلى صعوبة المرحلة التي سيشرف على إدارتها، مؤكدا أنه سيعمل لتجاوز وضع الحزب بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها في الانتخابات الأخيرة. وأضاف بن كيران: أعلم أن هناك بعض الأشخاص يتخيلون أنه يمكن إعادة بناء الماضي بسهولة، اسمعوني جيدا، أنا واحد منكم ولست بطلا من أبطال كرة القدم، وتابع أنا ماشي ميسي. اسمعوا جيدا، أنا واحد منكم، أنا أخوكم عبد الإله بن كيران، أنا لست بطلا من أبطال كرة القدم، أنا ماشي ميسي، أنا واحد منكم،